بص انا اسمي ابو جابر، بقالي 21 سنه ساكن هنا في النوبارية، من 2003. الباب بتاعي بقاله اكتر من 14 سنه ما فتحتهوش، هم جيراني الباب بتاعهم اهو. الهلوس باينه. بص الباب بتاعهم اهو، من كتر مشاكلهم ومن كتر عراكهم مع بعضيهم وبياكلوا بعض، قفلت بابي ونقلت بابي من البلكونه من ورا. تعالى اوريك. بص دي البلكونه بتاعتي، دي البلكونه، تصور هنا دي البلكونه. بص عملت باب شقه انا من هنا، بدل البلكونه عملته باب شقه، بدل ما اخش من باب شقتي عشان اريح عيالي من المشاكل ومن الوجع وقله الادب بتاعتهم والفاظهم وسخه مع بعضيهم. انا معايا واحده ست ومعايا عيال، نقلت بابي جبته من هنا، بخش واطلع انا ومراتي من البلكونه كده. تعالى محمد قول اللي انت تعرفه محمد. محمد تعالى هنا كده قول اللي انت تعرفه. وحق لا اله الا الله، قسما بعز جلاله الله، قسما بعز جلاله الله، الواحد ما يشهد الا شهاده حق، عشان ولا حد هينفعني في دنيا ولا في اخره. أيوة اقسم بالله اللي الواحد هيقوله دوت هو اللي حصل. اقسم بالله الناس دي هي اللي معتاده على مصطفى طارق بالظلم وبالافتراء. معروف مصطفى طارق ايه؟ احنا مش هنطلبه كتير وياما، احنا هنطلبه ان اي حد ينزل يسال عن مصطفى طارق. شاب متعلم اللي ابوه سواق السكة وعارف ربنا وابوه راجل محترم، في ناس في المساكن هنا ما تعرفش اخوه. احنا مش عايزين نظلمه، احنا عايزين نشهده شهاده حق، اللي الناس دي هي اللي اعتدت على مصطفى طارق وصممت راسها والف سيف اللي هم يكبروا المشكله، وهي ما كانتش يعني مشكله. المفروض اللي الراجل كان يلم ابنه لحد اما يجي صاحب السوبر ماركت يشكي له، حصل واحد اتنين تلاته صاحب السوبر ماركت يجيب له حقه، اما ده ما فيش ولا صاحب سوبر ماركت ولا كبير ولا كبير ولا صغير. وابوه مقوي، ابوه مقوي، والولا صاحب سكينه وشومه. اقسم بالله الناس دي هي اللي معتدى على مصطفى طارق الله يرحمه ويسامحه. مصطفى في دكانه، وده اكتر من اخ، اكتر من اخ مش هقول اكتر من كده. وحسبه الله ونعم الوكيل فيهم الناس دي، اذا كان حسام ولا السيد ولا جمعه ولا كلهم بلا استثناء، حسبه الله ونعم الوكيل فيهم. حبيبي احكي كده بما يرضي الله اللي دار معاك مع الولد سيد اللي هو سيد حسام ده، بما يرضي الله ايه اللي حصل منك؟ علي صوتك. انا كنت واقف اصلا مع عيل في المساكن. ايوه. هو اتدخل قال لي وانا ما تنصحش مع حد هنا. راح صاحب قطر وراح ناجيك يجي وسط فين؟ صاحب قطر وراح ناخذك يكبر هنا اهو. فانا ما رضيتش اتعارك معاه، هو معاه القطر يديني واحده في وشي يبوظ لي ملامحي. راح سايبه ماشي. اليوم هم جو حبزونا وبعد كده وخلاص. من غير ما يتكلم، ما تكلمه ولا حاجه، انت بتهزر مع صاحبك. هو القطر ده، هو القطر ده، بص عليه كده، القطر ده، القطر ده اللي هو اخونا محمد المني اخده منه في الشارع قبلها بيومين. ماشي حبيبي. رجاله السلام عليكم. انتوا انا عرفت ان كان في موقف حصل في المدرسة وانتوا بتلعبوا كورة من الولد سيد ابن حسام في المدرسة، وانتوا احكي لي الموقف من اوله لاخره كده، ايه اللي حصل؟ بس علي صوتك يا محمود. هو احنا دلوقتي كنا بنلعب كورة انا ومهاب عبودي واحد زميلنا. بنلعبوا كورة، احنا كنا بنلعبوا كورة، بنلعبوا كورة ودي. علي صوتك يا. المهم ايه، فجين سيد دوت نزل. علي صوتك. سيد ده نزل اول حاجه ماسك السيجاره في ايده. ماسك ايه؟ سيجاره في ايده. سيجاره في ايده. سيجاره في ايده نازل وشرب، فاهم انت، وظبط حاله، قعد بره. واحنا بنلعبوا كوره ودي واصحابه وخد كلنا في بعضينا. راح ايه، لقيته مطلع كتف بروحين وعمال يسنه في الارض ويفضل يحك في الارض واحنا بنلعبوا. بننزل في نص الماتش عايز يلعب عافيه. فاحنا بنلعبه ونكمله ان احنا مش هنشغل دماغنا بيه. فعين زميلي ثانوي عام ومحترم مش بتاع مشاكل،
بيلعب راح خبط فيه. اه. راح السيد قام معوره بالقطر بروحين في دراعه هنا وهنا. انت كنت حاضر الموقف ده يا مان، وانت يا عبودي كنت حاضر. بعد ما خلص الموقف ده انتوا جيتوا لعمه؟ انا لا، الاول اسلام كان واقف والولا السيد ده عمال يلوش بالقطر. واحد ماسك السيد وانا ماسك اسلام. اسلام واقف مش عارف يعمل حاجه ولا حد عارف يعرف طوبه ان هو مش بتاع مشاكل والكلام ده. محترم. فقلت له طب يا اسلام تعالى ناخده بعدينا ونطلع ونروح نشتكي لابوه. فالولا اول ما لقاني انا حطيت في الموضوع دوت وزعلان على زميلي فبقى خايف ومش عايز نتحط في الموضوع. فطلع لابوه راح قال له يا مالكش دعوه طلع انت نفسك بره الموضوع. فاخدت بعدي عملت ضرب على ابوه في الشارع في البيت ولا حد بيرد في البيت وفي الشارع مش موجود في الشارع. رحت لعمه. عمه اللي هو محمد الشبوكشي ده. فبعت له اخو اسلام الصغير على اساس ان هو يتكلم ابو اسلام مش ابويا انا. راح اخو اسلام الصغير طلع له قال له كلم عم ايمن اللي هو ابوك انت. فالشبوكشي نزل لقى ان انا وعبودي. كنا قاعدين بنكلموه. فبيقول له يعني هو نزل بقول له بيقول لنا يعني انتوا يا عم نازلين من البيت عشان كنتوا. وبيقل بينا. بيقل بيك ازاي يعني؟ انت قلت له ابن اخوك عور حد؟ ابن اخوك سعد قطر عور الولد. عور زميلي ويقول لك ايه يعني؟ راح قال لك اعمل لك ايه يعني؟ اعمل لك ايه؟ اشتغل ابوه بعد. اشتغل ابوه بعد. تمام. كام؟ اخذنا بعدين ومشينا. وما وسكتنا الموضوع لحد ما يجي ابوه تاني يوم. فقام معلم الشبوكش دوت قابل ابويا بعد ما قابلناه بشويه. قبليها السيد كان جاي من الشغل بيقول لي لما كنت رايح اجيب حاجات. علي صوتك يا مان. كنت رايح اجيب حاجات فعم ايمن ابو هدى كان قاعد في القهوه وجنبيه ابو السيد. فعم ايمن قال لي خد تعالى اشتكي لابو السيد. فرحت لابو السيد بقول له ابو السيد حصل منك كذا 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 كذا. قال لي طب خلاص ماشي انا هبقى كده. بس ما عملوش حاجه. تاني يوم اصلا رايح الشغل ما عملوش حاجه. لقيت الولد قاعد في الدكان اللي بره اللي عند الثلاجه. فمسك مطوه وعمال يفتح فيها ويقفل فيها يفتح فيها ويقفل فيها. قلت له يا ابني انت ما حرمتش. قال لي مالكش دعوه. فهو قابل ابويا الشبوكشي دور عليه قبله في ساعة بعد ما كلمناه. راح اشتكي لابويا قبله بيقول له ينفع لانك عمله وينفع ينزلني البيت عشان هو وعشان هو يعني هو زعلان ان انت نزلته من البيت عشان مشكله ابن اخوه. احنا طبعا احنا ثلاث انفراح بنخافوا على بعض. بنخافوا على بعض. احنا زعلنا لما زميلنا اتعور. احنا كنا ممكن نمسكه لو نضربوه. بس احنا برضه ما بنحبوش المشاكل. هو الشبوكشي ده انت قلت لي ان هو عمل معايا موقف تاني. عمل معايا موقف. هو اشتكى لابويا. راح ابويا قال له معلش حق عليا وابني هربيه عشان هو نادى عليك وانت نزلت له عشان هو. فانا جاي من المدرسه الصبح كان عندي امتحان وجاي من المدرسه الصبح فماسك كتاب في ايدي. فماشي اللي جاي عليا وفي ستات عرب كانوا مش عارف كانوا في النص الشارع كده. قابلني قال لي خد. قلت له ايه؟ قال لي انت منزلني امبارح البيت عشانك انت؟ قلت له ايه اللي فيها؟ قال لي انت منزلني البيت عشانك انت؟ قالها ثلاث مرات. قلت له ايوه ايه اللي فيها؟ قال لي انت ليه ما تبعتليش؟ قلت له انا اولا مش هينفع اطلع بشباب معايا وزميلي متعور قدام عيالك ما ينفعش. راح قال لي لا عادي. قلت له عادي؟ راح قال لي انت دلوقتي ايه اللي انت منزلني البيت عشانك انت؟ قلت له ان فيها راح قال لي هو قاعد يقل بيا ان هو بيستني بيا ان هو غلط فيك يعني الالفاظ غلط فيك. لا ما غلطش. رحت قلت له طب تمام الكلام مش معاك انت الكلام مع اخوك الكبير. فراح قال لي طب ماشي انا اروح الشغل لما اجي هنشوف اللي هيحصل وهخلي ابن اخويا يعورك. قال لك انا هروح الشغل واما اجي اخلي ابن اخويا يعورك. عشان انت طلعت ناديته وتشكيله ان هو عور زميلك. قال لك ابن اخويا يعورك. قلت له ماشي يبقى خليه وريني. قال لي هخليه يعورك وهتشوفه. محمود حبيبي اي كلمه انت قلتها ربنا اللي هيحاسبك عليها. انا والله ما
والله العظيم مش عشان مصطفى انسان والله عارف والله العظيم انا ما بكذبش والله العظيم ثلاثة ماشي يا حبيبي قال لي ابن اخويا اخليها ورا قلت له ماشي عشان يسفوا لك ما نقولش انت عايز حاجه تقول